كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد فطر مبارك. طبعا الصبح كلنا البسكوت والكحك، ودلوقتي الزبون بتاعنا الفسيخ الرنجة، وادي الكحك بتاع الصبح. انا اللي بأكده يا جماعة، اللي انا بعمله ده تصنيفه جريمة، اللي انا بعمله ده تصنيفه جريمة. اتمنى من مرضانا، من مرضى انوكلينوك، وانا عارف ان هم متغاظين مني دلوقتي. شايفين الاكل ده؟ ممنوع تاكله. ممنوع هذه الوجبات تتاكل. الكلام ده يا جماعه بيعمل مشاكل في الجهاز الهضمي. انا بتكلم لمرضانا. كل سنه وحضراتكم طيبين.